صرح ثقافي وتحفة معمارية تعد جوهرة جديدة وعلامة مضيئة عكست الوجه الحضاري لدولة الكويت، تأكيداً على ريادتها الثقافية في المنطقة. فبفخر واعتزاز أطلق المغردون أمس هاشتاغ مركز عبدالله السالم الثقافي، والذي تصدر قائمة الترند على موقع تويتر. المغردون تداولوا تحت الهاشتاغ مقتطفات من حفل افتتاح المركز والذي أقيم أمس برعاية وحضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظ الله ورعاه. تغريدات المغردين تنوعت أيضا ما بين صور ومقاطع فيديو للحفل الذي مزج بين الماضي والحاضر والعروض واللوحات الفنية المبهرة، إضافة إلى مقتطفات لما يحتويه المركز. المغردون قدموا جزيل الشكر والعرفان لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظ الله ورعاه على رؤيته السامية والهادفة إلى مزيد من الانفتاح على الثقافات العالمية والتطورات التكنولوجية ودعمه الدائم كي تصبح الكويت منبرا ثقافيا وتعليميا عالميا. ولم ينسى المغردون تقديم شكرهم للديوان الأميري على إنشائه هذا الصرح العالمي المميز الذي شكل نقلة حضارية مميزة وإنجازا تاريخيا يضاف إلى الإنجازات المشرفة، مشيدين بروعته وجمال تصميمه المعماري، مؤكدين أن الكويت ستبقى دائما وأبدا سباقة ورائدة في جميع المجالات.